صحف دي، ما هو الموقف ديال الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية فيما يخص البرنامج الحكومي؟ ربما ستعرضون الأفكار ديالكم يوم الاثنين. نحن على مرمى حجر من مناقشة الحصيلة الحكومية، الحصيلة الحكومية اللي تقدم بها السيد رئيس الحكومة الأسبوع الفارط. عندنا عدة بالطبع تساؤلات، من ضمن التساؤلات هو السؤال اليوم فيما يخص من البحث العلمي ومنظومة التربية والتكوين كرافد من الروافد الأساسية ديال النموذج التنموي. فالبحث العلمي اليوم أن عندنا في المؤشر ديال العالمي ديال الابتكار أن عندنا كان فعندنا الرتبة 76 في قضية التمويل. حنايا اليوم في 0.8 بذلت مجهودات بالطبع، بالنسبة سنة 2000 كنا 0.4 اليوم 0.8، ولكن اليونسكو راه حددت واحد السقف ديال 1%. وطبعا المجلس الأعلى كذلك ديال التربية والتكوين أنه أوصى توصية أنه في 2025 المغرب خصو يكون في 1.5%، وفي 2030 2%، لأن الدول الصاعدة كلها والمتقدمة كلها عندها من 2 حتى 5%. يعني كاين واحد العلاقة جدلية مع نسبة التمويل ومع الرتاب ديال البلدان كلها اللي عندها فوق من 1%، كلها في الرتاب الأمامية من 1 حتى 40، والعكس صحيح. تشتيت عندنا الجامعة بالطبع المغربية فيها كل جامعة عندنا مراكز ديال البحث فيها، عندنا مراكز تابعة للقطاعات الوزارية كلها تقريبا، معهد البحث الزراعي، معهد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عندنا معهد وطني ديال البحث العلمي والتقني، عندنا مؤسسات عمومية هي كتقوم بالبحث العلمي بحال لو سي بي إلى آخره، وما كاينش واحد الهيئة اللي كدير واحد التنسيق كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقرر لهم بذاك، كل واحد عنده راه كيمتلك الحقيقة. إذن كاين واحد العزلة ديال الجامعة اللي خصنا نفكوا العزلة ديالها بمد الجسور نحو القطاع العمومي ونحو القطاع الخاص. القطاع الخاص بدل مجهودات كبيرة من أجل رصف هذاك المد الجسر نحو وتجسير اللي هو ما بين الجامعة وما بين القطاع الخاص. درنا محاضن، بنينا محاضن مع الجامعة، بنينا أقطاب تكنولوجية، بنينا كذلك تكتلات عنقودية دي كلوستر، وكذلك منا بنيات تحتية تكنولوجية من أجل خلق انسجام ما بين البحث النظري الخام الأساسي لا ريشيرش فوندامونتال اللي خصها الصقل وخصها التطوير مع البحث التطبيقي اللي كتحتاجه المقاولة. لأن السؤال، وهذا سؤال في صلب الموضوع اللي غنحطه على رئيس الحكومة، هو البحث العلمي لمن ولماذا؟ وهذه كتطرح واحد العلاقة ثلاثية ما بين المجتمع وما بين الدولة وما بين الجامعة ومراكز البحث والقطاع الخاص. فإذا كانت يعني واحد البحث اللي غيعطينا واحد التأثير واحد الأثر واحد الوقع على المجتمع من أجل أنه نحسنوا من وضعية المواطنين والرفاه المواطنين إلى آخره، تحسين التنافس الاقتصاد الوطني، فمرحبا. أما غادي نديروا بحث فوندامونتال، بحث أساسي باش أننا نحسنوا التصنيف ديالنا في الرتبة ديال المغرب، هذا لا يستقيم، هذا شيء لا يستقيم. عندنا كذلك المشاكل، هنا خصنا تشجيع ديال المقاولة بصفة عامة والقطاع الخاص باش أنه يبدأ يستثمر في البحث العلمي، لأن مسألة البحث العلمي مسألة أساسية بالنسبة لتطوير المنتجات والبروسيس إلى آخره. فخصنا يعني تحفيز جبائي، وكنا طرحنا احنا تعديلات، عدة تعديلات ما تقبلاتش وللأسف، فيما يخص الكريدي أمبو يعني قرض ضريبي اللي غادي يمكن المقاولة أنها تستمر، وكاين إعفاء الضريبية بالمقابل. نعم، واش هناك كافية الاعتمادات المالية وهناك الطاقة البشرية اللي تعطي لهذا البحث العلمي المكانة ديالها؟ واش هو ما كاينة معوقات مؤسساتية ومعوقات بشرية ومعوقات مادية؟ النظام الأساسي ديال الباحث ما كاينش اليوم، الإطار القانوني ما كاينش، شيء ما كاينش، استراتيجية وطنية ديال البحث والابتكار ما كايناش، لأن هي غتحدد أشنا هي الأولويات وشنا هي الحقول المعرفية اللي يجب أن نوجهها لها من نركزوا عليها منا في البحث العلمي التطبيقي، ما كاينش. يعني الحكمة أن نفتقد إلى حكم، ما كاينش واحد الهيئة عليا اللي كتنسق ما بين جميع هاد الهيئات. يعني اليوم رحنا في حاجة إلى استراتيجية حقيقية ونزلوها على أرض الواقع.